قناة الأستاذ نافوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كتاب النقدي عند محمود برادة المرجعية والخطاب، ويشارك في هذه الجلسة العلمية. أولا نستمع في البداية لكلمة السيد المدير وحيد الكروم الذي أشكره بالمناسبة على استضافتي لهذا اللقاء وعلى حفاوة الاستقبال، ثم بعد ذلك سيتناول الكلمة الأستاذ الصديق محمد شيكر، ومن بعده الأستاذ الدكتور محمود الداهي والأستاذ الدكتور يوسف توفيق والأستاذ الدكتور المساوي إسماعيل، ثم بعد ذلك سيقول الكلمة الطالب الباحث الذي تم عليه الفرصة لتهنئه بمناسبة حصوله على الجائزة أدام آية بالأسل، وأعطي الكلمة كما قلت للسيد المدير ليتفضل. أشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ عبد الرحمن طنقول، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ومدينة العلوم المتوسطية بفاس. أستاذ يوسف توفيق، أستاذ تعليم عالي بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. أستاذ محمد شيكر، أستاذ المدرسة العليا للأساتذة بالرباط ومنسق مسلك الفلسفة. الأستاذ محمد داهي، أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. أستاذ إسماعيل مساوي، أستاذ المدرسة العليا للأساتذة بالرباط ورئيس شعبة اللغة العربية وآدابها. أيها الحضور الكريم، أيها الزملاء الأعزاء الأساتذة والطلبة والباحثين، مرحبا بكم في رحاب المدرسة العليا للأساتذة التي تتشرف اليوم بتنظيم هذه الندوة فيما يخص الكتابة النقدية عند محمد برادة المرجع للخطاب للناقد الأستاذ إدريس الخضراوي، الذي نرحب به ونفتخر بحضوره معنا في هذه الندوة. كما أشكر نادي البحث العلمي والتنشيط الثقافي التربوي الذي يرأسه طالب النشيط آدم عيد بالعسل، بتقدير من الأستاذ المساوي رئيس شعبة اللغة العربية والأدب. الأستاذ إدريس الخضراوي هو حاصل على دكتوراه في الآداب سنة 2006 وعلى دبلوم دراسات عليا سنة 1993 والإجازة في اللغة العربية والأدبها سنة 94، كما حاصل على شهادة تأهيل جامعي 2014 وكذلك دبلوم المدرسة العليا للأساتذة 1998، فهو بطبيعة الحال خريج المدرسة ونفتخر بذلك ونفتخر بطبيعة الحال بكونه معنا في تنشيط هذه الندوة وبطبيعة الحال بالاحتفاء به بحضوركم جميعا. إذن أجدد مرة أخرى الترحيب بكم جميعا، وأتمنى لكم ندوة قيمة ومشاركة طيبة من الجميع، وشكرا جزيلا. الحقيقة ليست كلمة ختام وإنما كلمة شكر بطبيعة الحال لجميع المشاركين، أصدقاء زملاء الأساتذة والطلبة كذلك، وشكرا على المداخلة القيمة التي استفدنا منها جميعا. كما أجدد الدعوة لكل الأصدقاء وكل الأساتذة
وطلب كذلك للاستمرار في هذه الديناميكية التي تسعى إلى الرقي بالمؤسسة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط من خلال العقد وطبعاً حتى تنظيم ندوات من في المستوى من هذا المستوى الرفيع. كما ربما أقترب هذه الفرصة كما أشار الأستاذنا الأستاذ طنقول فيما يخص تنظيم ورشة للكتابة النقدية وما يطرح الأستاذ الخضراوي، وما هذه دعوة للأستاذ المساوي والطالب كذلك أيت بن العسل للإشراف وتنظيم هذه الندوة. نحن مستعدون كذلك لتقديم الدعم وتقديم طبيعة الحال المساعدة من أجل الرقي بهذه المؤسسة إلى الأمام، وشكرا جزيلا لكم.